مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينال. نمشيو نختموا مع لي شيف. مرحبا بكم فاطمة. وصلنا للختام. أنا كيف ما شفتوا لي بلان تاعي حضروا كيف الدسير حضرته شيف فتحية. دونك باش نقدموه بطريقة مجزة باش ما نطولوش عليكم فاطمة ونرجعوا لكم. أنا المليونير هذا طلع فريمون مليونير ما شاء الله عليه. بسكوي سابلي معمول بالفرينة سبيسيال جاتو وردة وفيه سكر فاني سمارت شيف، فيه شوية خميرة، زوز أصفر عظمة، وتلم البسكوي في ساعة حليته في الطبق، حطيت عليه الكراميل، وريتكم الكراميل كيفاش تخدموه، حطيت عليه زرصة ملح بتبيع الكراميل تاعي، تحبوا تحطوا فيه زادة سكر فاني تنجموا تحطوا فيه. بعد ذاك صبيته فوق البسكوي بعد البرد، خليت الكراميل برد، صبيت فوق الشوكولاتة وقصيته. سامحوني راهو الشوكولاتة مازالت سخونة، قصيته سخون، تغزروا له هكا مش لايق برشا، مشكل عادة خاطرين في العادة كل حاجة نخليها تبرد عنا برشا وقتها، ما استوديو سخون برشا، اليوم ما نجمتش نخلي له وقت باش يبرد. مي اون توكا مطعمه المهم اللي ذاقوه الكل قالوا لي مطعم مش خايب. الوغ سافا ان شاء الله تكون عجبتكم دبارت اليوم، ونقول لكم ابعثوا لنا اقتراحاتكم على الباج اوفيسيال الماتينال، وميرسي لحضوركم. مشكوره شيف فتحيه ديما في ظروف ماك تعرف الخدمه، بحكم احنا راهو البسكوي والباتيسري راهو مهم برشا، حكايه الشان دو فوا دونك مهمه برشا باش ننجحوا. بارتي كبيره من الغوسيت ومن التكنيك نتاع الخدمه هو التمبيراج نتاعها والتمبيراتور نتاعها، ومن بعد كيف ما قلنا راهو تري امبورطون باش تنجحوا ديسير. تبعوا لي زاستيوس كيف ما قلت لكم شيف فتحيه، تجيبوا ان بون بيسكوي مليونير. انا مشاهدينا اليوم حضرت زوز اطباق. الطبق الاول كان شربه مفوره بالصوبيه، شفنا الشربه مفوره، اخترت انا شربه لسان عصفور من عند ورده، حطيت معها مجموعه من الخضره كيما نعملوا للرز الجربي، تنجموا تزيدوا جلبانه، تنجموا تزيدوا سفناريه، حمص اللي تحبوا انتوما، معها حطيت طريفات صوبيه قصيتهم جيدين، وحطيت معاهم طماطم سيكام، هريس سيكام، وفوحتهم تابلو كرويه نتاعنا التونسي، شويه فلفل اكحل، شويه كركم، ما نسوش شويه فلفل زينه اذا تحبوا، تحطوا فيهم شبت وسلق ومعدنوس والا سبناخ، تخلطوهم هذوما الكل مع شويه زيت ديو بلوس من عند نجمه، تحطوهم من بعد يفوروا على الماء، تخليهم غطين. كيف ما قلت لكم اذا بقات شاده روحها شويه زيدوها شويه ماء في وسط الكسكاس وهي تطيب، تو تترخف كعبه الشربه. بالنسبه للطبق الموالي حضرت اليوم كيما فندق الغله، حبيت نعمله بالقرع يونيكمون، دونك شفنا القرع كيفاش قصيته انا طريفات مش كبار برشا، قعورته كيما الكاسات الصغرونات، حطيت في وسطه فارس سهله وبسيطه برشا، اخترت قوته من عند مرياح معها الفخوماج غابي اللي هو تخيو من عند مرياح، حطيت معاه طن البدر بزيت الزيتونه، هذوما الكل خلطتهم مع بعضهم، زدتهم شويه ملح فلفل اكحل، وحطيت معاهم شويه معدنوس، لا عظم لا حتى شيء، تحطوهم هما في وسط الكاسات نتاع القرع اللي خدمناهم، وبعد تحطوهم في بلاتو نتاع كوشه معاهم صوص طومات بيتزا من عند سيكام مفوحه بالحبق، وما تنسوش تحطوا شويه زيت نجمه ديو بلوس في الطماطم، صوص طومات هكا، تغطيهم دخلهم الكوشه تخليهم مده 20 دقيقه يطيبوا في درجه حراره 180 190، من عندي نقول لكم بالصحه وبالشفاء، انتظرونا في نفس التوقيت كل يوم على قناه 9 في برنامج الماتينال باش تلقاو معنا وصفات ودبرات جديده، بالسلامه. ميرسي لي شيف، لو روسيت هذوما الكل تلقاهم على باج الماتينال. عندك الكلمه صافي. الختام يا فاطمه يكون بالغوميرسيمون، نشكر لهنا الارتيست كوافور يامن بور لا ميزون بوتي، واللي تلقاوها في العوينه حي الواحات، باج فيسبوك اي باج انستغرام الارتيست كوافور يامن، تبعوا لي باج على خاطر قاعد يهبط بروموات هايلين على الاخر. كيف نشكر جايس اللي قاعد يلبس فيا، اللي تلقاها في 3 بوان دفون، تلقاها في سكر نابل، وياسمين الحمامات يلبس نساء ورجال صغار وكبار، سببتو سيكان ديزاكس سوار وايتاج مخصص كامل للديكوراسيون، وتوفر لكم زاده كيف لا ليفريزون ا دوميسيل. باج فيسبوك جويس اي باج انستغرام جويس اوفيسيال، تقابلوا ان شاء الله غدوه. مشكوره صافي. انا بدي نشكر سونتر ديستيك باك ستيج، تلقاوه في العوينه باج فيسبوك وانستغرام باك ستيج. نعاود نذكركم انه اي حاجه تعملوها عند باك ستيج قيمتها 20 دينار اي حاجه من بعدها فما خصم 50%. كيف نشكر البوتيك اللي تلبس فيها سي ان ديم، تلقاوه في طريق سكره باج فيسبوك وانستغرام سي ان ديم سكره. ميرسي انزو شوز، تلقاوه في المنزه السابع باج فيسبوك وانستغرام انزو شوز، بالنسبه للفيسبوك انزو شوز اوفيسيال في الانستغرام. كل جمعتين عندهم كوليكسيون جديده، واي مراه ساقه كبيره شويه راه نذكر من 41 حتىكش 44 راهي تلقى اصبابه اللي تواتيها عند انزو. ليفريزون موجوده، اطلبوا على التليفونات وتلقاو ان شاء الله الاجابات اللي تستناوها. ميرسي ايكيب الاعداد، زميلتنا هاله بن جمعه وزميلنا رشد البي، ميرسي ليكيب تكنيك، ميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله غدوه، بالسلامه.
سرها المحبة. سيكام تقول هيلك قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحتها ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب، نجمة راك حرة. يا ذا الأزهر مزهروني ديما مزهر ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار الأزهر يخاف من مرته ومش نورمال. تيوينو الخبز قلت لك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خديتك. من اليوم سمرت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعه فيه؟ مع سمرت شيف ما سهلها البنة. كي يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدم في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا لضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم، وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم، إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالا وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما.